الله يكون في بخير، الله يبارك فيك. وحدك خير. سورة يوسف، اسمع قصة سورة يوسف. صار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لجميع الأخوت والحباب، أخوتي المغاربة داخل أرض الوطن وخارجه. تحية طيبة عطرة لكم جميعا، وأحسن الله إليكم جميعا في الدارين في الدنيا والآخرة. موعد جديد إن شاء الله، أخوكم ومحبكم مروان الشقراوي. موعد جديد إن شاء الله في هذه الحلقة طيبة إن شاء الله، قراءة طيبة إن شاء الله من الذكر الحكيم. أسأل الله تعالى أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكتب في ميزان حسنات الجميع إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا. بالنسبة لأخوتي الأول مرة غيشوفني إن شاء الله، جزاكم بخير. كنتمنى تزوروني في القناة ديالي، سميت القناة فخر بني ملال، فخر بني ملال سميت القناة في اليوتيوب بالعربية. تبارك عليكم إن شاء الله، كنفرح بالدعم ديالكم وكيوصلوني ميساجات ديالكم، كنفرح والله العظيم وكنفتخر بكم كلكم صراحة. الله يجازيكم بخير وأحسن الله إليكم جميعا، بارك الله فيكم. وتحية شكر يعني لجميع خوتي يعني كيدعموني فيسبوك يعني في جميع المواقع، الله يجازيهم بخير وأحسن الله إليهم جميعا. كتوصلني جميع الهضرة ديالهم، الله يفرحهم دنيا وآخرة، وكنفرح بها بزاف والله العظيم، كنفتخر بكم كلكم إن شاء الله. تحية طيبة للأخ عثمان أغزاف، منورنا كالعادة ما شاء الله، الله يزيد نور على نور يا ربي. وخويا زكريا أحسن الله إليك، الله ينورك بارك الله فيك. وكنشكر العائلة ديال الصغيرة والكبيرة اللي دعماني كيف العادة، جزاهم الله كل خير وأحسن الله إليهم جميعا. بارك الله فيكم أخوتي، ونبداو على بركة الله إن شاء الله في هذه الحلقة من اليوم السابع في هذا الشهر رمضان المبارك، شهر القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في قيامه وفي صيامه وفي قراءة القرآن إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذبا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبرا جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، وألف يا سيدها لدى الباب، وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله، وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم جميعا إخوتي الطيبين، أحسن الله إليكم جميعا. نسأل الله تعالى أن يكتب هذا الميزان، هذا
حصة طيبة إن شاء الله في هذا اليوم السابع من رمضان في ميزان حسناتكم جميعا. نسأل الله لكم الحسنى وزيادة، الله يوفقنا وإياكم لصيام رمضان وقيامه وقراءة القرآن فيه، شيء طيب إن شاء الله. تحية طيبة لكم جميعا إخوتي، أحبكم في الله، إلى الموعد القادم إن شاء الله في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.